محمد. ليه كتير كنا بس نستنى يوم الجمعة عشان يجينا. مش متخيل هيك روح. احنا مش عارف مش بدنا نحكي لاخوي المسجن يجي عالدار. اذا حدا شافه زعلان بضل ورا ليضحكوا. محمد حنون كتير. امبارح اجى عند امي حكى لها بحبك ونام حضنها. ابني اسمه محمد موسى محمد عيسى مسامي، عمره 15 سنة. هو بحب المخيم كتير، بحب دار سيده، بحب يضل يجي عندهم. امبارح اجى عندنا وقعد معانا ومرض كتير وعاكل كتير. حنون كتير أخواته وبيخدم العالم، أي حدا بطلب منه طلب بيخدمه. كان عند دار سيده هون والمقر هي هون جنبه، طالع مش عارف شو بده من برا أو في أي طعم مقر. خلص ضربوا هالمقر وصار نصيبه يكون امشهد. الله يصبرنا يجعل مثوى الجنة يا الله وجميع الشهداء يا رب يا الله. يعني هو لسه طالب بالمدرسة؟ هو طالع بالمدرسة ما بدرس، بيشتغل هون هون، بس هو بحب المخيم كتير، بحب يضل قاعد في المخيم عند عماته عند دار سيده.